مثل ما وعدتكم تقريبا نص ساعة المتبقية هي رح بتكون كلها لتحضيرات السوشي. هلا هو بياخد شوية وقت، انما اكيد كل محبي هالنوع هيدا من الطعام الياباني رح يقدروا يتابعوا كل التفاصيل مع شادي وري. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة ممتعة مع الشيف شادي ورشة ملح، واليوم معي كمان الشيف ري. حلقة ممتعة ليش؟ لأنه أنواع من المأكولات اللي دخلت ببلادنا، اللي دخلت صارت من حضاراتنا اليومية. يعني نحن كل يوم يومين بدنا نقول مشروطة نروح ناكل سوشي أو ساشيمي أو ماكي أو 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 نودلز. يعني كل هالقصص كلها صار الحضارات كلها عم تدخل ببعضها، وبشدد ورحنا وبرمنا كمان بامريكا وتعلمنا شيء اسمه الفود دبلوماسي، اللي هو الحقيقه عن جد، يعني هاو تو شير ذا كلتشر اوف فود. يعني يو سبيك انجلش نو؟ يس. اوكي، بروموتينج كلتشر اندرستاندينج ثرو فود. يس. اوكي، يعني هو exactly. تعزيز التفاهم الثقافي من خلال الغذاء، اللي هو دخل عن جد بكل حضاراتنا. اليوم حلقه ممتعه، بلشت اول الحلقه قبل ما نتعرف على ري اكثر واكثر بتحضير الرز، اللي هو اهم شيء. لازم نحن نعرف كيف نحضر الرز، بس نعرف كيف نحضر الرز تبع السوشي هانت علينا الامور. هيدي اول شغله. ثاني شغله هي كيف نحن منلف انواع الماكي بالرز ومنحط لهم ومنطعمهم. يعني مش بس انه بدنا نلفهم وخلص، بس شو بدنا نعطيهم طعمات. بسرعه فائقه اكتبوا قدامكم ثلاث اكواب من الرز، وفيكم تستعملوا الرز المصري اذا بدكم، ما بدنا نشتري الرز الياباني او الرز الفلبيني او الصيني او الرز الامريكاني. اوكي، فهمت علي؟ اوكي، ري على فكره في بيفهم كمان عربي مزبوط، صار له اكثر من 15 سنه بلبنان. اللي بدي اقول ثلاث اكواب من الرز بنيجي نحن بنغسلهم مزبوط مزبوط شي 10 مرات حتى يبطل عنا يبين اللون الابيض. ليش بدنا نعمل هيك؟ لانه بدنا حبه الرز تصير ستيكي، تصير تلزق على بعضها. اوكي، شو بعدين بنعمل؟ بنيجي بننقعهم كمان حوالي 12 ساعة، ثاني يوم بنصفيهم بيصيروا عندنا هيك. هيدا من بعد 12 ساعة، نو راي؟ يس. After 12 hours and after washing the rice for 10 times. يس. نو؟ هيدا هيك بيكون الرز. اوكي، أنا بعتقد إنه راي جاي معه رز مصري. نو راي؟ يس. It's Egyptian rice؟ يس. Egyptian rice this one؟ نو. اوكي. لكن هيدا الرز، لكن هو جاي معه هالرز كمان الياباني أو الرز الأمريكاني الحبة الصغيرة، من بعد نحن ما غسلناها صار عندنا إياها بهالطريقة بعد 12 ساعة. شو عملنا؟ بنحطها على النار كل ثلاث أكواب كبار. أنا بعني كوب، بس قول كوب يعني كوب مثل هيدا. كوب كبير يعني 250 ملي، في اكواب اذا كان كوب هالقد اكيد بناخذ اربعه. كميه المي اللي بدنا نحطها معها مثل ما شرحنا قبل هن عباره عن نص كميه الرز، يعني اربع اكواب بكوبين، بيغلوا على نار قويه حوالي 10 دقائق، بعدين بنزيحهم على جنب، بنخليهم على نار خفيفه بس يستووا. شو بنعمل؟ بنحطهم بقلب وعاء، بقلب صينيه، وبنكون نحن شو عاملين؟ على جنب الصوص. الصوص هي عباره عن خل الابيض كبايه وحده، نص كبايه من السكر وشوي صغيره من الملح. اوكي، هذه اكيد وصفه الليتل توكيو مع ري. شو عملنا بعدين؟ هن يعني شوي صغيره فاترين، دلقناهم على الرزات، خلطناهم سوا، وبعدين صرنا نبردهم بهالطريقه. نو ري؟ يس. اتس ذا رايت واي، اتس ذا رايت واي. هيك كمان هالطريقه المضبوطه بهالطريقه. yes. يعني هيك بصير عندنا السخن بيطلع او بينزل تحت، والبرد بيطلع لفوق بهالطريقه، بس يبردوا مثل ما شايفين هون، صار الرز جاهز انه ينعمل. هيدي شغله دخلت براسنا، صرنا نعرف كيف نعمل الرز. ري، هاو ار يو؟ ام فاين. ام شادي. ام ري. يور نيم از؟ رينون. رينون. رينون وات؟ رينون باسكاديرا. يو ار فروم؟ فروم فيليبينز. اوكي، رينون باسكاديرا من الفلبين. قديش صار لك بلبنان يا رينون؟ 10-12 years. بفهم عربي بس بده اياه. 10-12 years. Yeah. And you are always in Little Tokyo or what? I always been in Little Tokyo. Okay. Sometimes go out to the country. Okay. And your family? They're okay, they're fine. Where they are? They're in my country, in my Philippines. Ah, okay. عنده كمان العائلة بالفلبين. وعندك أولاد؟ عندك أولاد؟ Kids, child. Kids, yeah, I'm two. Two? Yeah. Big kids? Small kids. Small? Baby? 10 close? And 5. Okay. طيب. And سجل العدلي. يا بلش هلا عن جد، خلي ري اول شيء بلش لنا، من بعد نحن هون ري شو عملنا؟ عملنا بالخمس دقائق التانيين اللي ما كان معنا صار معنا عملنا خلطات، يعني عملنا هون خلطه حطينا فيها ريد تونا، حطينا فيها كمان السمو، يعني ريد تونا يعني هو التونا الاحمر، حطينا فيها ريديس سميناها تريو، وحط فيها كمان من الافوكا، وشو عمل؟ اجى لهون اخذ بايديه
Okay, Aurei, you can explain what we have here. Yes. All. Yeah, we start from here. This is a caviar, the flying fish. هذا الكافيار تبع الفلاينج فيش. Yes, simsum, sesame seeds. Simsum, you can say in Arabic if you want. Yeah, Japanese chili powder. In Arabic, okay. Japanese, يعني هون عندنا الشيلي، عندنا بهارات اليابانية اللي هي حارة شوي صغيرة. هذا spring onion. بصل أخضر. بصل أخضر. أخضر. Wasabi. Wasabi. Crab. Crab sticks, okay. Yeah, hamod. Hamod. Mango. Mango. Yeah. جينجر بيل هيدا كمان كبيس يعني. كبيس للجينجر كبيس الزنجبيل كريم كريم فراس اسمه جبنة الجبنة اللي هي yes. اللي هي جبنة قابلة للدهن بيضاء تون وسالمون وريد تونة اوكي اللي هو yeah, التون الاحمر وعندنا السمول فريش اوكي وي هاف ذا رايس اند نوري هون عندنا كمان ورق النوري هيدا ورق الطحالب النوري صرنا بنعرفه حاطينهم بقلب مثل وعاء بهالنوع مشان يضلوا شوي صغيرة هيك على حرارة وحاطين الشريط بالكهرباء مشان يضلوا شوي لينين والا بس نلفهم شو بيصير فيهم ممكن يتكسروا معنا هلا مش مهم بالبيت اذا تكسروا معنا كثير بس مش كثير بروفيشنال يعني اوكي يا لكن عندنا صار نحن هلا الرز صار عندنا جاهز وعندنا جاهزين الخلطات اللي عملناهم وعندنا كمان ري موجود ري يلا يو كان ستارت We have 7 minutes before going in break. يعني قبل ما نطلع كذا عنا 7 دقايق بنعمل فيهم بعدين بس نرجع من البريك رح نكفي ورح نكفي ورح نكفي. يلا يا ري جو. Show the procedure for the monkey. Okay. First we have to use the rice and the nori. The nori. Okay. And then the tools we have the cling film and the bamboo mat. Okay. And then we have the knife here. Okay. يعني هودي لازم يكونوا عندنا كلهم سوا اللي هي هالحصيرة البامبو الموجودة هون. عندنا الكلينج فيلم كمان هالورقه النايلون اللي عندنا خلينا نقول وعندنا كمان ورق النوري وعندنا الرز وعندنا الخلطه خلينا نشوف شوي شوي كيف بدنا نحضر هالانواع من المعكي جو اهيد ديب يور فينجر انتو سمول ووتر نحط ايدنا بالمي نوت تو ستيك يور ذا رايس حتى ما يلزق ايدينا على الرز انا عم اعجل عليه كوني عارف شو عم شو بده يقول بس سبريد ذا رايس واو Spread it like Please that. Please slowly, okay? بدنا نمشي على مهلنا شوي صغيرة حتى ناخذ فكرة أكثر وأكثر okay. على الموضوع. Just spread it. Okay. تفرجي علينا يا غادة رح تعملي أنت بعد شوي صغيرة. If you like okay. more rice, you can add more rice if you like. Okay. بنحط لك نحن فوق ورق النوري. Yes. وحطينا ورق النوري على الجلينج فيلم وحطينا yes. تحت الجلينج فيلم حطينا شو الحصيرة البامبو اللي عندنا والسكين على إيدنا وعندنا شقفة كلها مي وشغلي كمان وشغلي كمان شفناها هلا بنحكي عن السمسم انه حاطط شقفه كلها مي فوق الرز لانه اذا غطينا الرز بجلينج فيلم شو بيعمل بضل في هواء بنشف وجه الرز فشو لازم نعمل على الرز شقفه كلها مي وبنحطها على الرز اوكي يلا yeah. حطينا السمسم لكن هيدا this kind what's called this kind this is we're gonna do it like normal California normal normal California يعني اسمها هاللفه اللي بدنا نعملها هالنوع من الماكي اسمه كاليفورنيا عم نعمله هلا اللي هو okay, اللي هو we're gonna do the upside down here اوكي لكن نحن هلا قلبنا you can use mayonnaise regular mayonnaise but now we're doing our own mayonnaise اوكي لكن هون عنده المايونيز فينا نعوز مايونيز وهو okay. عنده المايونيز اللي عملها هو اللي حاطط فيها اوكي بقلبها Put some crab on it here. صويا وفيش صوص. Okay. لكن حطينا نحن معك يلا. Somebody can put cucumber on it. Okay. في واحد يحط كمان خيار بقلبه yeah. إذا بده هو حط كراب وأفوكا. Yeah. Then you roll okay. it like this. Slowly, slowly. Okay. لك عم يبرم بهالطريقة ولك أصابعه yeah. وين إني. Okay. Hold both with your fingers. Okay. يعني منشدهم على بعضهم شوي صغيرة. Put it down wow. and be sure that you can see the nori in it outside. Okay. Perfect. And then do it again the same way the first okay. time. Okay. Like that. هيني كتير. Done. Okay. Perfect. يلا. بس دائما نحن عم نعملها من شدة. Again. And yeah. then. خلاص. خلاص. Then خلاص. go back. Okay. برافو. And then خلاص. خلاص. يلا go. صار هلا برمت معنا وصار عندنا اياها مبرومه وهيك صار عندنا كمان النوري بقلبها من جوا ممكن كمان يكون النوري من برا اوكي يعني فيكم تخلوها مثل ما كان هلا بتشوفوا حي ثاني جو اهيد اوكي يلا هيدي عملنا وحده ولا بعدين بنشوف كيف بدنا ندو ذا سبايرل رول سبايرل اوكي يلا كمان نوع من الماكي كمان ذيس وان وذاوت نوري اون ات اوكي ما بنحط في نوري لا بشرفك ولو حط لك شويه نوري بدك نوري؟ لا ما بدي نوري اوكي والله بيحكي عربي احسن مني وهسه كمان حكي عربي احسن من العربي تبعي يمكن اوكي اوكي لكن نحن دغري على الجلينج فيلم شو عم نحط عم نحط دغري الرز بهالطريقه اذا بتلاحظوا كمان حركات الاصابع وهو قصد انا قلت له قبل لري انه ري بليز اشتغل على مهلك مش هيك سلولي حتى العالم كلها تشوف وتاخذ فكره كيف عم نلف هالاشياء وبعد لحد هلا ما حطينا شيء بقلبه سمك ني يعني مش مزبوط العالم بس تحكي انه يروحوا بدهم ياكلوا سوشي او ساشيمي او ماكي يعني سمك ني
مش مظبوط عم تشوف اوكي نو يلا وي بوت ذوز توبينجز لكن هون احنا كنا خالطين قبل نحن من الريد تونه او التونه الاحمر مع السمو مع الافوكا مع الكافيار تبع الفلاينج فيش وحطينا بقلبهم كمان شوي صغيره من عصير الحامض وحطينا بقلبهم كمان بصل اخضر عطينا هيك شكل حلو اوكي اوكي وهلا hold the bam mat and roll it again here اوكي لكن كيف كمان عم نعملها okay. بس رز والكونديمون اللي بقلبها او الخلطه okay. او هالسلاده اللي عملها قبل اوكي اوبن اجين نفتحها تاني مرة إذا بتلاحظوا بنرجع بنبرمها تاني مرة اوكي رصة 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 قول رصة 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 سو رصة يا عالم منيح رولد رولد برافو يلا اوكي كمان صارت عنا اوكي هلا بعد ما انتهينا يعني هودي بعدنا بالأول ما انتهينا يعني ما no, حتى لو هلا خلصت الحلقة ما عنا مشكلة بس إنه أخذنا كم فكرة تعا 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 ليكوا شو عامل هون راي عامل انه قصصهم قبل شغله هيني جاي قاصص شرحات من السمو حطهم حد بعضهم وشرحات من الريد تونه حطهم حد بعضهم بهالطريقه جايبهم جاهزين شو بده يعمل هلا ري؟ هلا واحد اثنين وثلاثة اوكي ثلاثة ثلاثة برافو اوكي give it to me اوكي يلا جو اوكي put on the top on it اها هلا عم يعطي اللون الاحمر ولون الروزي okay. لون السمو وطعمه السمو Road. وطعمه شو اسمه ريد تونه واللون الاحمر okay. وعم يلفهم على بعضهم اعطانا كمان هلا شكل كثير حلو اوكي that's it then you roll yes. once اوكي then you have to press both sides to keep okay. more هلا هذه حركه بدي اعملها حركه كثير مهمه لكو كيف make tight طيب. يلا حتى يفوت الرز لجوا قول حتى يفوت الرز لجوا حتى يفوت الرز لجوا هاي تفوت لجوا جوا برافو عليك اوكي بعمرك ما راح تطلع بعرف اوكي يلا ذس وان از اوكي انذر وان وي غانا دو انذر وان يلا ناو اوكي هلا بدنا نعمل وحي ثاني okay. مثل ما بلشنا اكيد قبل دائما ايدنا بالماي وعندنا الشقفة هون إذا عم تلاحظوا كمان يعني كل ما تتوسخ الشقفة فينا نغسلها ما عندنا أي مشكلة بناخذ الرز بهالطريقة عم يعمل هلا أوكي حلوين طيب لما كنا نحن أنا وراي هلا عملنا هيدي اللي ما رح نفرجيكم إياها بس رح نشرح عنها بعد شوي بنرتاح هيك شي دقيقتين ونص ثلاثة وبتيجي لعنا غادة لابسة الكفوف حتى تعمل لها شي وحدة معكي دقيقتين ونص ثلاثة